بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي الآخر. في مستهل الحديث أو بادئ ذي بدء أسرة برنامج الرأي الآخر، نتقدم بنعي ببالغ من الحزن والأسى، ننعي كل عائلات الأمير بحاجر أبو ليلى مركز ساقولتة محافظة سوهاج في وفاة كل من حرم الحاج صابر أمير فرغل. كما نتقدم أيضا ببالغ من الحزن والأسى التعزية في وفاة النقيب محمد محمود صابر الأمير. خالص التعازي إلى كل من الأستاذ نظمي صابر الأمير مدير الشؤون القانونية بالإسكان والمرافق بالإسكندرية، الأستاذ محمود صابر الأمير، الأستاذ المحامي أيمن رشاد الأمير، الأستاذ محمد صابر الأمير، الأستاذ أشرف الأمير. أيضا بادئ ذي بدء في مستهل الحديث، أبدأ من حيث تصور الآخرون أنهم لا يقهرون أو أنهم لا يهزمون، إنهم إسرائيل الجيش الذي لا يقهر، خط بارليف المنيع، ولكن إرادة الله وإرادة الشعب المصري ورجال القوات المسلحة البواسل كانت لهم الكلمة في انتصارات أكتوبر المجيد. فتحية شكر وإجلال وتقدير إلى كل من ساهم في حرب أكتوبر المجيدة. تحية شكر وإجلال وتقدير إلى الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. تحية شكر وتقدير إلى الفريق الراحل الرئيس محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية. تحية شكر وتقدير إلى كل شهداء نصر أكتوبر، اللي احنا طبعا بنعتبر النصر أكتوبر هو إنماء شعب وبقاء أمة. نعم، نصر أكتوبر إنماء شعب وبقاء أمة. موضوع حلقة اليوم تدور كالتالي. أنا يعني حبيت إن أنا أحط تصور طبعا نهائي للحلقة، هي القضية بتدور حوالين جريمة استغلال النفوس، اللي احنا طبعا لا احد فوق القانون. نعم، في ظل القياده الحكيمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزاره العدل، السلطه القضائيه، نكن بكل الاحترام والتقدير الى القضاء الشامخ والى نزهاء القضاء وشرفاء القضاء. لكن موضوع القضيه اليوم بيدور حول احد الرجال الذين ينتسبون للقضاء، ولا أستطيع أن أقول أنهم رجال القضاء لأنه ينتسب إلى القضاء. الواقعة بتدور طبعا في مدينة الأسكندرية حول مواطن بسيط تعنته أحد رجال السلطة القضائية يقيم أمام مسكنه. طبعا أنا أخش في تفاصيل القضية لما هتكلم مع ضيوف الكرام. القضية طبعا بتدور حوالي نزاع بسيط طبعا على شرفة من مسكن طبعا المواطن البسيط. القضية طبعا فيها استغلال نفوذ شديد وبطش شديد طبعا من قبل السلطة القضائية، رجال الضبطية القضائية. بس قبل ما اخش مع ضيوف الكرام وارحب بيهم، عايز بس ان انا ابدا بتهنئة بسيطة. تهنئة بسيطة، افراح آلة دياب بالزوكة الغربية الشيخ عبد الناصر عبد الوهاب شيخون دياب عميد آلة دياب نجلي الاول القبطان جمال قبطان بحري على كريمة الحاج أحمد محمد نور الدين مهران آل الأحمدات برافع القصير. تهنئة مقدمة من أسرة البرنامج ومن الأستاذ مالك أحمد بداري مدير العلاقات الخارجية للبرنامج. أرحب بضيوف الكرام، أرحب بالأستاذ الأمير إبراهيم المحامي بالاستئناف والقضاء العسكري. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أسعد. كما أرحب بالأستاذ حاتم السباعي. اهلا وسهلا استاذ حاتم. اهلا وسهلا فندم. هو اول سؤال بس عايز اطرحه على الاستاذ حاتم، ان احنا بس يعني نشرح وقائع القضيه بشكل بسيط ومبسط للمشاهدين والجمهور. اتفضل استاذ حاتم. اولا يا فندم احب اتوجه بالتهنئه للقياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه المصريه وشعب مصر العظيم بانتصارات ذكرى اكتوبر المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. أنا بحسن الظن بالله وبثق في القانون وبثق في القضاء النزيه حتى لو خرج من رحمه مأساة لينا.
أنا يا فندم بتعرض لاستغلال نفوس في معركة شرسة. أنا راجل مقيم في شقتي من أكتر من 10 سنين. شهر 6 اللي فات 2019 جاني أمين شرطة بيقول لي أنت عندك ناس صناعية بتشطب الشقة بيعكسوا سيادة المقدم. تمام. قلت له يا فندم أنا مقيم في شقتي من أكتر من 10 سنين وما عنديش صناعية في الشقة، واستضفته في الشقة عندي. وريته المنظر اللي انا راجل مقيم باسرتي ما عنديش اي مشاكل في اي شيء ولا صناعيه ولا الكلام ده. بعديها بثلاث اربع ايام اتصل بيا الجار المقيم امامي في العماره اللي امامي. قال لي يا ريت تركب ستاره جلد عشان سياده وكيل النيابه مستاء اللي انت جرحه. قلت له هو سياده وكيل النيابه ولا المقدم؟ قال لي ما هو الاثنين اخوات. فبالتالي ركبت ستاره جلد، حتى هو في مذكرة حضرته صورها وقدمها وقال اللي انا فريت متزعرا لما طلب قفل البلكونة. فركبت ستارة الجلد. بعديها بثلاث اربع ايام اتصل بيا الجار قال لي سيادة الوكيل طالبك عايز يكلمك على التليفون. قلت له تحت امرك. رحت للجار اتصل بسيادة الوكيل واداهولي على التليفون. السلام عليكم، تحت امرك يا فندم. المكالمة كالاتي: سلام ورحمة الله وبركاته. قال لي انت فتحت بلكونه في وشي ليه؟ قلت له يا فندم انا بقيم من اكتر من 10 سنين في شقتي وهي دي بلكونتي وما فتحتش حاجه، فحضرتك اللي جاي جديد او ما؟ قال لي انت ساكن في عماره مخالفه. قلت له ما عليك ساكن في عماره مخالفه، فانا اذا كان يجوز ليا اللي انا كمواطن اذكر في عماره مخالفه فحضرتك ما يجوز ليك اللي انت تسكن في عماره مخالفه. فهنا بقى بتبدا عمليه عرض القوه واستغلال النفوس، بقى بتبدا من اللحظه دي. فرد عليا كالاتي: قال لي انا بمذكره من سطرين هرميك في السجن 5 سنين، والاربع اطفالك دول اللي انا بشوفهم بيلعبوا في البلكونه هشردهم وارميهم في الشارع واخلي ابوهم رد سجون. فطبعا انا خدت منه الكلام، قلت له طب فندم جزاك الله خير، وقفلت السكه. تمام. اتوجهت ان انا احل المشكله ودي بطريقه الجيره. كل اللي اتدخلوا في المشكله قال لي هو متعنتك بطريقه غير طبيعيه، ايه اللي بينك وبينه؟ انا مفيش بيني وبينه اي حاجه. فلما لقيت مفيش فرصه للحلول توجهت بعده شكاوي لكل الجهات المعنيه واستغاثات، ولم ينظر لها احد. لم ينظر لها احد. وافتكرت ان الموضوع انتهى على كده وخلاص. في 15/8/2020 تم القبض عليا من منزلي واحتجازي يومين في الاسم بدون وجه حق. ولا باذن نيابه ولا ضبط الاحضار ولا كان ليه اي حاجه. ساعه مداهمه شقتي واخداني من بيتي سالت الضابط سؤال، قلت له خير يا فندم؟ قال لي هتيجي ترد على شكوى وتروح. طيب. قلت له تحت امر حضرتك. هقطع حديث الاستاذ حاتم بس عايز تعليق بسيط للاستاذ امير. هل يجوز احتجازه داخل اسم الشرطه التابع ليه بدون وجه حق وبدون اذن او طلب حضور من نيابه ان هو يرد على شكوى؟ تعليقك السريع. لا بالطبع ما ينفعش اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا بنهني انفسنا وبنهني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتصارات حرب اكتوبر، وبنهني الجيش المصري وبنهني الشعب المصري بانتصارات شهر اكتوبر. القصه كلها فندم ابتدت في 15/8. تمام. ضابط المباحث راح لاستاذ حاتم البيت، اخده، رحنا الاسم. نعم. ايه المطلوب؟ قال لك مطلوب عند رئيس المباحث. طيب مطلوب في ايه؟ مطلوب في شكوى. لما يجي سياده رئيس المباحث هيشوف الموضوع وينظره. سياده رئيس المباحث ما جاش اليوم ده، هو قاعد عندنا جماعه معزز مكرم موجود على الكراسي اللي موجوده قدام غرفه رئيس المباحث. تمام. يوم 16/8 توجهنا لرئيس المباحث. حضرتك قابض عليه من امبارح ليه؟ قال لك لا ده هيتعرض بكره على النيابه العسكريه. طب بتهمه ايه يا فندم؟ لما تروحوا النيابه العسكريه تعرفوا. تمام. وعلى هذا الاساس تم احاله موكلي للنيابه العسكريه. تمام. طيب ارجع للاستاذ حاتم، بعد ما تم اقتيادك لاسم الشرطه ماذا تم بعد ذلك؟ احتجزت يومين يا فندم بدون وجه حق لحد ما ترتبت لي كل شيء باسباب وهي ما فيهاش اي سبب مقنع ولا تحريات ولا اي حاجه، لان طبعا اذن الضبط والاحضار ملعون يعني غير سليم. تمام. طبعا معاون المباحث اللي جه خدني من البيت غير الكتب اللي هو تم ضبطه اللي هو اللي تم ضبطه الاحضار بيا من مكان مرافق لمنزلي في احدى الكمائن. تمام. وتم القبض عليه يوم 17 الساعه 12:30 صباحا. تمام.
وطبعا اذن الضبط والاحضار يا فندم مكتوب كله على الكمبيوتر تمام ما عدا الساعه والتاريخ لان دول اللي بيباح فيهم التعديل. طيب انا استاذنك ارجع استاذ امير. طب هل الضبط تم التلاعب فيه بشكل او باخر؟ اذن الضبط هوريه لحضرتك لان اذن الضبط والاحضار والقصه كلها من اولها لاخرها هي قصه ملفقه. تمام. بدايه هو تم القبض على موكلي في 15/8 الساعه 2:30 تمام عصرا، وانا بحددها بالذات يعني. الاوراق بتاعت المباحث ان الساعة 12:30 في 16/8 وردت مذكرة من الحي. تمام. وردت مذكرة من الحي بتقول ايه؟ ان العقار الكائن 4 شارع 29 متفرع من الطفولة السعيدة عليه قرارات مخالفات باسم فجر الاباصيري عبد الحميد، وبالاستدلال ده الحي. تمام. والحي ملهوش ان هو التحري والاستدلالات والكلام ده كله. وبالاستدلال على ملك العقار تبين انه يدعى حاتم علي السباعي سيد احمد الحكيم سداسي، الحي جايب اسمه سداسي لان دي ليها مرجوع تاني، مواليد 1978. تمام. يعني الحي بيقول ان هو حاتم علي السباعي سيد احمد الحكيم سداسي مواليد 1978 ومقيم 4 شارع 29 خلف مدرسه الطفوله السعيده. المباحث طيب وعليه وباجراء التحريات توصلت المباحث بان حاتم علي السباعي سيد احمد الحكيم مواليد 1978 ومقيم 4 شارع 29 خلف مدرسه الطفوله السعيده هو قام بالاعمال. طيب اقف عند النقطه ديت. مداخله تليفونيه اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب بسوهاج وكيل لجنه الدفاع والامن القومي ومرشح حزب حماه الوطن عن مركز سوهاج محافظه سوهاج. اتفضل يا سياده اللواء. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بسعادتك وبالساده المشاهدين يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بك يا سياده اللواء. احنا سياده اللواء الاول بس عايزين بس رساله موجهه من اللواء ممدوح مقلد للتهنئه للقياده السياسيه وللشعب المصري. الحقيقه احنا بنتوجه كلنا بالتهنئه للقياده السياسيه بزعامه السيد الرئيس السيسي بمناسبه احتفال انتصارات اكتوبر. ذكرى طبعا طيبه عزيزه على كل قلوب المصريين. انتصار ساحق في هذا الوقت ومناسبه سعيده بتحيي القلوب من الاصل. لابد علينا تماما ان احنا كمصريين ان احنا نحييها ونفتخر بها ونجلها ونقدرها، لان يعني هي بتحيي ذكرى طيبه عطره. يعني توجت جهود الجيش المصري بكامله في انتصاراته المجيده اللي هي قضت على الاسطوره بتاعه الجيش الاسرائيلي، وانهت الغطرسه اللي كانت موجوده، واعادت الحق لاصحابه، وعادت سيناء لبلدها الام الحبيبه. لذلك ان مهما يعني لو احنا النهارده سردنا التاريخ بكامله من ايام قدماء المصريين هنلاقي ان هذه المناسبه مناسبه يعني من المناسبات السعيده اللي مرت على الشعب المصري ويفتخر بها زي اي انتصار من الانتصارات قدماء المصريين. هو بالعكس هي تعتبر يعني نقطه فارقه في تاريخ الحياه في مصر، هذا الانتصار الساحق اللي ربنا كرمنا به. احنا طبعا يعني بننتهز هذه الفرصه بتوجه بهذه بالتهنئه للقياده السياسيه بكافه اطيافها. احنا النهارده في سوهاج كنا عاملين يعني مظاهر عديده لاحياء هذه الذكرى. طبعا احنا ضمننا هذه المظاهرات وضمننا هذه المناسبه في والاحتفالات في ارسال يعني رساله حب وتقدير للقياده السياسيه، وبنلتف وبنعلن تأييدنا والتفافنا حول القيادة السياسية وحول قراراتها وحول اتجاهاتها وتنفيذها. شيء طبعا يعني احنا استغلينا هذه المناسبة في هذا الموضوع، ويعني اكثر من احتفالات موجودة وما زالت الاحتفالات حتى الآن بتقام سواء في قصور الثقافة سواء على في وسط الميادين
لأنها يعني مناسبة كما قلت أنها عزيزة وجليلة على قلوب المصريين بالكامل. طيب أشكر السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع عن الأمن القومي ومرشح مجلس النواب بسوهاج. أرجع للأستاذ أمير، لا عايزك تسرد وقائع ولكن دون ذكر أسماء أو دون ذكر أسماء. تمام يا فندم. فدي المذكرة بتاعت السيد معاون المباحث اللي أفاد بيها إن الحي بالاستدلال على ملك العقار تبين إن هو موكلي، وبالتحري بإجراء التحريات طلعت إن ملك العقار يدعى حاتم علي السباعي. بالطبع الورقة دي راحت للنيابة العسكرية، النيابة العسكرية طلبت ضبط وإحضار، جه إذن ضبط والإحضار، راح جاي مع وحدة المباحث، ده أمر الضبط. تمام. أمر الضبط من أوله لحد آخره بالمخالفات اللي على العقار مكتوبة بالكمبيوتر، جاء هنا شهر 8/2020 برضو مكتوب بالكمبيوتر، يجي هنا على التاريخ، هو التاريخ ده اتكتب في ساعتها. طيب أستاذ يجي في الساعة، معلش يا فندم أنا آسف، يجي في الساعة يتكتب 12:30 ويتكتب مساء وبعد كده يتكتب صباحا ويتشخبط عليها، ده نفهم منه إيه؟ تمام. ما بدون ذكر أسماء، إحنا ما بنذكرش أسماء. تمام يا فندم. وبالتالي موكلي راح على النيابة العسكرية، النيابة العسكرية أخرجته بضمان مالي، بإخلاء سبيله بضمان مالي بكفالة 1,000,000 جنيه. هل ده عدل؟ طيب أمر الضبط مكتوب إيه؟ هو محتجز من 15/8 في اسم المنتزه. تمام. أمر الضبط مكتوب إيه؟ تمكن من ضبطه بأحد الأكمنة بالقرب من مسكنه وتبين أنه يدعى حاتم علي السباعي مواليد 78 ومقيم كذا 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 كذا. مش هنذكر أسماء. تمام. أنا بتكلم على اسم موكلي. دي قصة. المفروض أن أنا لما أخد إخلاء سبيل من النيابة العسكرية بضمان مالي وأدفع الضمان المالي وأروح على الاسم عشان موكلي يخرج من الاسم. تمام. إيه اللي يحصل؟ ان هو يتعرض على المباحث ويمشي. انا فوجئت بالمباحث بقى ان هي بتقولي لا ده مطلوب عرضه على نيابه المنتزه بكره. ليه؟ اصل هو عليه محضر اداري. ايه محضر اداري اللي اتحجز عليه عشان اتعرض على نيابه المنتزه؟ تمام. محضر اداري يبقى المفروض ان انا بطلب يجي خارج الاسم الشرطه. مظبوط ولا انا ممكن انا احضر او ما احضرش؟ ان انا احضر او ما احضرش. وبالتالي اتعرضنا تاني يوم على نيابة المنتزه. طيب انا هقف مع الاستاذ امين عند النقطه ديت، بس عايز بقى الاستاذ حاتم يكمل لي لما رحت النيابه وتم عرضك على السيد مدير النيابه او وكيل النيابه. العامه ولا العسكريه يا فندم؟ لا النيابه العامه. العسكريه دي خلاص عرفنا انت اخذت كفاله ودفعتها. توجهت للنيابه العامه، بدا التحقيق معايا من الساعه 11:30 ل 8 بالليل. تمام. طبعا تعسف واجحاف فوق طاقة البشر. تمام. وكل ده مثبت في التحقيقات. طبعا فتح معايا التحقيق باللي انا راجل بنيت عماره مخالف. قلت له طبعا الكلام ده مش مظبوط، خصوصا المذكره اللي اعتمد عليها السيد معاون المباحث اللي هي اللي تثبت ان انا قائم بالاعمال هي نفس المذكره اللي قدمها السيد الوكيل في تاريخ 19/4 لما الدوله بدات حربها ضد معركه المباني المخالفه. فعلا. مش قبل كده. وبالرغم اللي من شهر واحد هم بيطلبوا التحريات دي، وانا مش موضوعي، مش يعني مع الاستاذ امير قال ان الحي رد. لا لا، انا على المذكره التكميليه يا فندم بتاعه 19/4. تمام. اللي هي اثبتت. وهل هو كتب المذكره التكميليه دي ليا انا بس ولا في العقار المخالف اللي هو ساكن فيه؟ تمام. فالمهم يا فندم دخلت اتحقق معايا، وكان نهايه التحقيق طبعا مسار التحقيق هيكون موجود عند حضرتك في المحضر مع الاستاذ امير. تمام. محضر التحقيقات. وكان اخر الكلام اللي توجه لي احنا هنا ما فيش حد حقه بيضيع، وبقك لو اتفتح مش هتشوف الاسفلت تاني. تمام. وطبعا دفعت الكفاله الماليه للنيابه العامه، الكفاله الماليه التانيه بقى. تمام. ومضيت على جلسه يوم 23. توجهت للمحكمه يوم 23 عشان احضر الجلسه، ما لقيتش عندي جلسه. احنا هنا نعقب من الاستاذ امير كده الشكل القانوني والاجراءات اللي تمت بعد كده. هو بالنسبه ان احنا رحنا للنيابه العامه، احنا اتعرضنا على نيابه المنتزه، فوجئنا بوجود مذكره من السيد وكيل النائب العام الذي يقيم بالعقار المجاور للعقار الذي المقابل لموكلي. تمام. للعقار
المجاور للعقار المقابل لموكلي. تمام. لان دي مهمه جدا. هو قال ايه في المذكره؟ انه في نهايه عام 2019 المنصرم اقدم المدعو حاتم على هدم جدار وحدته السكنيه الكائنه بدور الميزان بعقار السباع الذي يملكه والمقابل لشرفتي والكائنه رقم 3 كذا كذا كذا، علما بانه لا يجوز شغل الدور الميزان، وانا تواصلت معاه هاتفيا من اجل ازاله التعدي ورد الشيء لاصله، الا انه رفض متزعرا بعدم وجود منافذ للتهويه بوحدته، وعلى اعقابها انقطع ذلك التواصل حال اخفاق جميع المساعي الوديه لانهاء ذلك الامر وازاء ما تقدم. اودع تلك المذكره بين ايديكم. تمام. هو هنا قال في كام؟ في نهايه عام 2019. موكلي عمل استغاثات للمحامي العام. تمام. ولرئيس الجمهوريه. تمام. ولوزير العدل السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار النائب العام. امتى؟ في 14/7/2019. تمام. في 14/7/2019 سياده وكيل النائب العام قال في المذكره بتاعته ان هي في نهايه عام 2019. تمام. وصور البلكونه او الشرفه وهي فيها اساسا الستائر اللي هم كانوا متفقين عليها قبل كده. تمام. تمام. ابتدى المحضر النيابه ابتدت القضيه دي من 14/1/2020. تمام. بعد سياده وكيل النائب العام قدم مذكرته طلبت النيابه الاستعلام الحي اذا كان العقار قد تم استخراج ثمه تراخيص من عدمه، تكليف المختصين الحي لمعاينه العقار وبيان اذا كان فيه اعمال مخالفه من عدمه وتحريات المباحث، ويطلب المدعو حاتم السباعي. تمام. يطلب المدعو حاتم السباعي طلب حضور. تمام. طلب حضور لا يجوز اقتياده بقى الى الاسم. مظبوط. آه. وردت الافاده من الحي بتقول ايه؟ بتقول ان العقار ده بالبحث في سجل المخالفات والايقاف والمباني والازالات بالاداره الهندسيه ان جميع اجراءات العقار من هدم وبناء بدون ترخيص، وجميع الاجراءات متخذه باسم فلانه الفلانيه. تمام. وان الادوار دي منها سكني ومنها مكتبي، ولا يوجد بسجلات الحي اي معلومات عن استخدام دور ميزان نظرا لان العقار مقام بدون ترخيص. تمام. تيجي هنا النيابه بتستعجل تحريات المباحث ويستعلم من حي المنتزع على الارقام. هنا في المحضر ده عشان نوجز لحضرتك القصه، احنا في 15/2 في المحضر ده، المحضر ده شغال من 14/1/2020 لحد 18/19/8 عند علم موكلي بيه. ولم يتم استيفائه؟ ولم يتم استيفائه، ولحتى الآن لم يتم في وجود أي تحريات للمباحث. تمام. 15/2/2020 جاء خطاب من حي المنتزه بيقول بالبحث في السجلات عن العقار سالف الذكر لم يتبين لنا وجود اي مخالفات باسم حاتم علي السباعي. تمام. وان كل المخالفات محرره باسم فلانه الفلانيه. تمام. وان العقار مقام بدون ترخيص. تمام. علما بان الشباك محل الدعوه في ذات العقار ضمن مسطح الدور الثاني الميزان المحرر له المخالفه 1727/2013 ورقم القضاء 1245. طيب استاذ يعني معنى كده ان الشرفه دي موجوده من 2013 ومحرر ليها محضر مخالفه مع الدور الثاني من 2013. طيب استاذ امير، استاذ ضيوف الكرام، الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الاسبق، اتفضل يا دكتور هشام. اهلا وسهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم. اهلا بيك يا دكتور هشام. احنا بنتكلم في موضوع حلقه اليوم عن استغلال النفوس. طبعا حضرتك استاذ قانون، فانا عايز اعرف بس من معاليك اوجه وطرق جريمه استغلال النفوس. اتفضل يا دكتور. الو، معلش الشبكه ضعيفه يا استاذ اسعد. الو. طيب يا دكتور هشام. ايوه. احنا بنتكلم في موضوع حلقه اليوم عن جريمه استغلال النفوس، سامعني كده؟ طيب اطلع من المكان اللي انا فيه واكلمك، ممكن تكون الشبكه اقوى من كده. ماشي يا فندم. طيب شكرا. طيب ارجع استاذ امير. نجد ان في 26/2 يا فندم 2020 طلب السيد معاون المباحث، واللي ادلى باقواله في المحضر وقال ان التحريات السريه ما زالت قيد البحث والتحري، وحتى الان التحريات السريه ما زالت قيد البحث والتحري.
تمام. إلا إن أنا في المحضر ده فندم لقينا العديد من التجاوزات. تمام. ومنها ما ينفعش إن أنا يبقى عندي محضر يتفتح يوم 29/2/2020 ويطلب فيه ويستعجل حاتم علي السباعي ويستعجل ورود تحريات المباحث ويتقفل المحضر. تمام. يبقى المفروض بعد 29/2 المحضر اللي بعد منه يتفتح امتى؟ مش اقل من شهر. ما يبقاش 2/2. اه. يعني قبل التاني ب 27 يوم. تمام. دي يا فندم دي صوره رسميه من المحضر. تمام. طب يا فندم لما الاقي حاجه تانية غريبه. لما الاقي محضر يتفتح يوم 26/4/2020 الساعة 5 ويتم قفل المحضر ويتفتح محضر تاني 26/4 الساعة 4. تمام. هل يجوز؟ لا طبعا لا يجوز. حتى يبقى اذا المحضر ده محضر مكتبي وما اعطاش فرصة لمرحلة الاستعداد والتحقيق. ده محضر مكتبي. ده محضر مكتبي. انا افتح المحضر مرتين في نفس اليوم ومرة الساعة 5 بعد منها، يعني المفروض لو هفتحه في نفس اليوم يبقى الساعة 6 او الساعة 7، ما يبقاش قبل منها بساعة الساعة 4. ويا ريتني بكتب فيه حاجة غير ايه؟ تبين لدينا عدم تنفيذ المطلوب واقفل المحضر عقب اثبات ذلك. طيب انا حاسس كده الاستاذ حاتم عايز يعقب على حاجة. فندم يعني المفروض اللي انا بكتب محضر ما برجعش لورا، بطلع لقدام. اكيد. مش 29 يبقى يوم 29/2 ما يبقاش 2/2. صح. 26/4 ما يبقاش الساعة 5 وبعد كده يبقى يوم 26/4 الساعة 4. تمام. فدي يعني كل ده كلام مش منطقي. وانا لما اشتكيت قدمت الشكاوى بعد كده لجميع الجهات المعنيه، طلبت من كل الجهات المعنيه تفريغ القمرات اللي تثبت ان انا محتجز في وحده مباحث من يوم 15 ليوم 17. تمام. وتابعت كل شكوى في كل الجهات المختصه ولم يتم تفريغ القمره من اي جهه معنيه. تمام. ولجأوا للتحريات. طب ما انت عندك غير التحريات، ما انت عندك القمره اللي انا قاعد قدامها. المفروض يطلب تفريغها. طلبت تفريغ يا فندم من كل الجهات المعنيه وبارقام. احنا يا فندم احنا قدمنا شكوى للسيد مدير امن الاسكندريه. تمام. والسيد مفتش الداخليه بمديريه امن الاسكندريه، واخذت رقم 552/2/9/2020 ورقم 554/2/9/2020. طيب. والمكتب التحريات تحت رقم 1960، وتم التحقيق في الشكوى بتاريخ 4/9 اللي هو كان يوم الجمعه الصبح، وحتى الان كل ما نروح يقول لك الشكوى في التحريات ولما يعوزوكوا هيتصلوا. طيب بيه. استاذ امير نقف عند النقطه ديت. اتفضل يا فندم. الدكتوره والمستشاره منى الحسيني مرشح مجلس النواب عن مقعد المراه بدائره الدخيله والعمريه وبرج العرب، اتفضلي يا دكتوره. ايوه حضرتك. دكتوره منى انا عايز اسال بس حضرتك سؤال بسيط. احنا عندنا في الدائره اللي حضرتك مرشحه فيها مدينة النهضة وضواحيها والنجوع والقرى اللي فيها، تدني في الخدمات الاجتماعية والصحية، يغيب المسؤولين عنها بشكل كبير، يغيب عنها أعضاء مجلس النواب، وخاصة إن هي من المناطق العشوائية. تعليقك يا دكتورة منى. أيوة. سمع يا فندم السؤال يا فندم. هو الصوت مش واضح يا فندم، بس حضرتك بتتكلم عن خدمات ومنطقة النهضة. تمام كده. تمام. انا اولا برحب بحضرتك استاذ اسعد المكلمة والبرنامج كلها. وهقول كلمتين مختصرين. حرفيا النهضة، منطقة النهضة خاصة، بدون خدمات حرفيا. ما فيهاش خدمات خالص. لا فيها وسائل نقل، وقت الثروة. تمام. يعني وقت الوقت اللي الناس محتاجه فيه الاوتوبيسات تبقى موجوده، وقت ما بيبقى فيه الطلبه طالعين من المدارس الكلام ده مش متوفر خالص، وقت الناس بتبقى طالعه من اشغالها الكلام ده مش متوفر خالص. انقطاع التيار الكهربي عن القرى بتاعت النهضه ده يتسلم، يعني على طول التيار يتقطع. ليه بقى؟ عايز صيانه، عايز المحولات تكبر شويه تبقى بحجم القريه عشان يتم استيعاب كل الاحمال اللي عليها. تمام. الشوارع
محتاجه رصد وتنظيم واعاده تاهيل الطرق كلها. النهضه يا فندم مش على الخريطه خالص للمسؤولين ابدا، ما فيهاش اي خدمات. ده غير بقى يعني حاجات كتير كمان، نقص المدرسين في المدارس اخطر. احنا بنواجه مخاطر كبيره جدا في منطقه النهضه. منطقه النهضه ما فيهاش مستشفى، منطقه النهضه ما فيهاش نقطه اسعاف. يعني الواحد بالليل لو تعب ابنه ولا تعب الست بتاعته خلاص بتعينه، ممكن على غير ما افكر انزل المدينه هنموت مني في السكه. انت حضرتك يعني تستوعب انا بقول ايه؟ منطقه النهضه حرفيا بلا خدمات. لابد النظر، لابد من إعادة النظر في منطقة النهضة التي تضم 25 قرية. قرى كبيرة محتاجة تطبيق، محتاجة خدمات، أبسط الخدمات. وأنا بجد بجد مش عارفة، أنا كنت هناك امبارح وأول امبارح والأسبوع اللي عدى بجد المناطق دي محتاجة كتير، محتاجة نظرة من كل مسؤول. مسؤول في التعليم، مسؤول في الطرق، مسؤول في المستشفيات، مسؤول في وزارة الصحة. يا جماعة أرجوكم من هنا من المنبر الإعلامي بتاع البرنامج أنا بخاطب كل مسؤول، لو سمحتوا نظرة نظرة بعين الاعتبار. طيب أشكر الدكتورة منى الحسيني مرشح مجلس النواب عند قرية غرب الإسكندرية الدخيلة برج العرب العمرية، وأعود تاني مرة أخرى أستاذ أمير اتفضل. ما عليك، احنا تم تقديم بعد الشكوى بتاعت مديرية الأمن، احنا قمنا بتقديم عدة شكاوى. وقبل ما اتكلم على الشكاوى دي انا عايز ابعت من المنبر الخاص بحضرتك تحية اعزاز وتقدير للسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار النائب العام المساعد رئيس التفتيش القضائي والسيد المستشار المحامي العام لنيابات المنتزه لما بذلوه فعلا معنا من اجل تحقيق العداله. فاحنا تم تقديم شكوى لمعالي المستشار النائب العام، دي كانت في 1/9، وطلبنا في كل الشكاوى دي يا فندم تفريغ الكاميرات والتحقيق في الدعوه، وان احنا عايزين حقنا. احنا ما بنطلبش غير حقنا. الراجل ده دخل في قصة قائم بأعمال ودخل كل ده عشان بلكونة، وبلكونة أساسا من 2013. طب سيادة المستشار ساكن إمتى؟ ساكن 2016 2017 2018 أيا ما يكون ساكن. طيب حضرتك يا سيادة المستشار أنت بتحاسبني على بلكونة أنت جيت ولقيتها موجودة، وبتحاسبني على عقار مخالف وحضرتك ساكن في نفس في عقار أمامي مخالف؟ طيب أستاذ أمير أنا عايز استأذنك بس مداخلك من أحد المواطنين كده لسرد وقائع شكوى معينه. اسمه ايه؟ الاستاذ ناجي السنوسي مواطن اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك ناجي السنوسي رئيس صيانه جامعه الازهر يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم. انا حضرتك من حوالي 9 شهور في الشهر 2 اللي فات كان ليا شكوى حضرتك ان في ضابط خطف ابني من قدام البيت وعمل له قضيه مخدرات. تمام وحضرتك بشهاده الشهود والجيران هنا. تمام يا فندم. المكان والمنطقه والمحافظه يا فندم. المكان حضرتك في مدينه بدر تبع محافظه القاهره يا فندم. تمام تمام. الضابط ده قال لي لما قابلته قال لي ده هكشف عليه ويمشي، عشان قلت له يا فندم ده كان واخد براءه، كان قضيه مخدرات في 2015 ولسه نازل الجيش يا فندم ومعاه تصريح الجيش، والتصريح كان بتاريخ واخد حضرتك 26/1 ل 9/2، وحضرتك بتشتت شهود قدام الباب. قال لا هيكشف ويمشي. طب اركب معاه؟ قال لا 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 حاج تعالى في عربيه تاني. خده بميكروباص وراح يغات القسم، قعدني لغايه الساعه 9:30 بالليل حضرتك يا فندم، لغايه لما الثقه هبطني من الساعه 12 الظهر واخده من قدام البيت هنا ورميني قدام القسم لغايه 9:30 في النهايه. قال لي حضرتك خلاص احنا ايه هنكشف ويمشي. هيكشف هو امين شرطه اسمه محمود حسين، وساب بتوع المخدرات كلهم وخدوا الولد ده. تاني يوم لقيت ابني معروض في النيابه ب 13 جرام مخدرات، وبيقول ان انا اثناء التجول في المنطقه اسمها صبح حسين لقيت ان الولد ده بيتشاجر مع واحد اسمه محمد جمال، والاثنين بيتخانقوا على تجاره المخدرات وكده، رغم ان واخد ابني من قدام البيت ولا اعرف محمد جمال ولا كده. طيب يا استاذ ناجي
احنا طبعا بنشكرك على المداخله وسرد وقائع الشكوى بتاعتك، لكن انا عايز ارد يعني اعمل استغاثه طبعا من داخل المنبر المحترم، منبر الصحه والجمال، برنامج الراي الاخر. الحقيقه اللواء محمود توفيق وزير الداخليه طبعا نكن له بكل التقدير والاحترام منذ ان وطأ قدماه وزاره الداخليه، واحنا شايفين طبعا الداخليه في تقدم وفي ازدهار، كيفيه معامله المواطن مع الحكومه. احنا بنستغيث طبعا الى السيد الوزير الداخليه اللواء محمود توفيق، السيد مدير امن المحافظه التابع ليها الشاكي، رئيس جهاز الامن الوطني للمكان برضو التابع للشاكي. ارجع لضيوف الكرام، بس عايز قبل يعني انا هطلع فاصل، قبل ما اطلع فاصل عايز اخد نقاط بسيطه قبل ما اطلع فاصل من استاذ حاتم، وبعد كده نعقب عليها بعد الفاصل من استاذ امير. اتفضل. رجعنا لكم بعد الفاصل، بس عايز في مستهل يعني بعد الفاصل ان انا اشيد بالنائبه المنتظره الدكتوره منى الحسيني. الحقيقه الدكتوره منى الحسيني عملت زيارات ميدانيه كثيره لقريه النهضه، يعني تحدثت بشكل كبير طبعا عن كل المشاكل والخدمات التي تنقص قرى النهضه. احنا مش بنتكلم برضو عن النهضه بس، احنا بنتكلم عن كل قرى ونجوع والعزب البسيطه في محافظه الاسكندريه، ان على الاقل يعني السيد المحافظ والساده اعضاء مجلس النواب والساده رجال التنميه المحليه والسلطه التنفيذيه ان هم ينظروا لتلك القرى والنجوع. اعود برضو للاستاذ امير، لما انا اتكلمت قبل الفاصل كنا احنا بنتكلم طبعا، انا هبدا بالاستاذ حاتم. اتفضل. احنا كنا بنتكلم طبعا قبل الفاصل، ايه اهم يعني تحب تقول ايه للمواطن البسيط، او رساله ممكن توجهها انت كحاتم مصدوم في مشكله معينه للمواطن البسيط؟ والله اقدم إيه؟ انا ليا رسالتين احب اقدمهم. الرساله الاولى احب اقدمها للمسؤول بضم القضايا لكي تتضح الرؤيه كامله امامه. تمام. بتواريخها، بنصوصها، بكل شيء فيها. ورسالتي للمواطن البسيط، لو سكن قدامك مسؤول وقال لك اقفل بلكونتك، اقفل بلكونتك وسيب بيتك وامشي. تمام. عشان ما تقاطش للمصير المجهول اللي كله تهديدات اللي انا عايش فيه. تمام. هي دي رسالتي للمواطن البسيط. طيب، اهم رسائل ممكن توجهها للقياده السياسيه. احنا بنشكر القياده السياسيه على مجهودها وقمه المجهود اللي بتبذله لبناء دوله جديده. طبعا. محاربة الفساد وكان الله في عونها، لان هي بتحارب في كل الاتجاهات. انا عايز اقطع حضرتك في حاجه، احنا شفنا طبعا من فتره طبعا السيد الرئيس طبعا اقال مستشار نهايه قضايا الدوله، طبعا برضو قضيه استغلال نفوذ وتربحه طبعا في برج، كان الكلام ده من فتره. شفنا طبعا السيد الرئيس طبعا اقال محافظ، اقال وزير. فانا عايز اقول يعني ان السيد الرئيس منذ ان وطأت قدماه لا احد فوق القانون، ودي طبعا احنا عباره التمسناها بكل المقاييس طبعا كقانونيين كمواطنين بسطاء، لا احد فوق القانون. يعني انا بعتبر ان الدوله في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت دوله قانونيه بكل المقاييس، تخضع حكاما ومحكومين للقانون. كمل. فعلا يا فندم، هي السيد الرئيس في معركه شرسه لبناء دوله. تمام. فربنا يعينه ويقدره ويعدي بينا كلنا. تمام. ده اللي نقدره نقوله. طيب، ارجع للاستاذ امير. فندم، احنا عشان تكتمل الصوره ولربط القضيه العسكريه بالمحضر المدني، معتمده اعتماد وثيق بتاريخ 19/24، وهي المذكره التكميليه للسيد وكيل النائب العام جار موكلي. تمام. اللي قال فيها بأن العقار مخالف، وأنه تم تحرير المحاضر باسم الملك الوهمي ما بين قوسين الكحول. تمام. دون ذكر مالكه الحقيقي حاتم علي السباعي، ودون تنفيذ قرارات الإزالة. تمام. وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية أو تصحيحية قبل أعمال الهدم وفتح المطلات التي قام بها المشق في حقه بوحدته السكنية محل البلاغ، ليتضح مما سبق بالبندين السابقين تعمد المسؤولين. وهنا هو ضرب بحي المنتزع عرض الحائط، وقال تعمد المسؤولين في حي المنتزع عن عدم إثبات المشكو في حقه بثمة محاضر رسمية في شأن أعمال الهدم والبناء للعقار المخالف
كونه المالك الحقيقي وتم تسمية العقار باسمه والتواطؤ مع رئيس الحي لمعاونته، التواطؤ مع رئيس الحي في كام؟ في 19/4 لمعاونته في الإفلات من العقاب وتجنبه صدور أحكام قضائية وإزاء ما لحق به من إضرار الداعي مدنيا بمبلغ 1001. من هنا ابتدى الحي يفوق مع النيابة. الحي جاء قال له بخصوص الشباك ده أنا عملت له محضر مخالفة من 2013 تحت رقم كذا ورقم قضائي رقم كذا. النيابة بعتت للحي قالت له هل تم إدراج محاضر قرارات للمخالفة وحملات إزالة؟ وفي حالة عدم إدراجها وعدم وجود حملات إزالة قل لي مين المتسبب في ذلك؟ وطلبت استدعاء سكرتير حي المنتزه في 27/7/2020. كده المحضر ده ماشي زي ما هو، بس اتقلب الحي هنا بقى من 27/7/2020 على حاتم علي السباعي، ودخلنا في قصة المباني والقام بالأعمال. طيب أنا اللي هي القضية العسكرية كده ارتبطت الحلقة. طيب أنا عايز قبل ارتباط الحلقة، طبعا حضراتكم كنا بنتكلم قبل التصوير أن السيد النائب العام طبعا رجل القضاء الأول في مصر بعت الشكوى إلى السيد المحامي العام حتى لا يفوتنا الخبر اللي تم إيه عند المحامي العام لنيابات المتسر. معليك يا فندم، أنا هترك الكلمة دي لأستاذ حاتم. تمام. لأن إحنا شرفنا باستقبال رحب من السيد المحامي العام الأول لنيابات المنتزه. تمام. وكان أستاذ حاتم موجود معايا ووعد تفصيليا بتحقيق الدعوة من أولها لآخرها والنظر فيها من أولها لآخرها بنفسه شخصيا. تمام. أنا عايز بس رد على الأستاذ حاتم، لأن أول الحلقة قال إن أنا تقدمت بشكاوي كثيرة للسيد رئيس الجمهورية والسيد النائب العام. أدينا هو بنذكر نقطة إن النائب العام رد على شكوتك وكلف المحامي العام نيابات المنتزه ان هو يجري تحقيق من جديد، صح؟ تمام. وتم مقابلتنا من قبل رحب. ايه اللي تم صحتي مع هنا فندم؟ بتبدا بقى يظهر لك الانسان بكل ما يحتوي كلمه انسان، وبيتقبل منك الموضوع، وهو عنده خلفيه بالموضوع حاليا كامل، واحنا بنشكره فعلا، بنشكره لان هو رجل انسان. تمام. احنا بنتقدم له بكل الشكر. تمام. ده اللي نقدر نقوله في حقه من حسن المعاملة اللي شفناها عند حضرته. تمام. طيب وبعدين يا فندم الموضوع ما بدأش اللي أنا راجل قائم بأعمال. ده الموضوع بدأ في 14/1 من مذكرة اللي أنا راجل فتحت بلكونة. تمام. طب أنت استنيت لما الدولة اتوجهت لمحاربة المباني المخالفة عشان تحط مذكرة تكميلية تثبتني اللي أنا بقول فيها؟ لا طبعا. طب ليه؟ ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لك ولا الاضرار بالناس ولا الشرك بالله، ايه اللي بيني وبينك تضرني كل الضرر ده؟ ولحد النهارده انا بتهدد. طيب قبل التهديد والكلام ده، انا عايزك يعني المسكن اللي عليه المشكله دي كلها، من يقيم بداخل المسكن؟ انا المسكن. انا ومين؟ اقيم انا ولادي، انا اسرتي ووالدتك المسنه. والدتي اقيم فيه من 2013. تمام. من بنائه، واقيم فيه من قبل هدمه، لان انا من ملاكه. من ملاك بيتي، من ملاكه، انا من الملاك، من ملاك البيت. تمام. فانا مش جديد فيه ولا انا جديد في سكني. وبعدين انت فين 2013 و14 و15 و16 و17 و18 و19؟ طب انت فين؟ تمام. وبناء على اللي انا ساكن في عقار مخالف، معليك في عقار مخالف. تمام. مش انا لوحدي. فهل انت تقدمت بمذكره تكميليه باللي بنى العقار في 2019 زي ما عملت معايا، ولا هو الموضوع خاص بيا انا بس؟ ولو هو الموضوع خاص بيا انا بس، طب انا ايه اللي بيني وبينك؟ كل ده انا مش فاهمه، كل دي امور انا مش فاهمها. اللي بينه وبينك ان الشرفه هو الراجل مش راضي عنها يا فندم. هو مش ساكن قصادي. تمام. انا ساكن قصادي رجل مستشار جليل، ربنا يبارك لنا فيه ويجازيه عننا خير من معاملته الحسنه والطيبه. تمام. ده اللي ساكن في وشي، انما هو في شارع وبعد كده العماره اللي فيها سياده الوكيل وسياده المقدم. تمام. هو مش في وشي. وعلى الرغم من كل ده يا فندم، احنا بعد خروج موكلي من النيابة العامة تم غلق البلكونة بالألوميتال، وتم تصوير البلكونة
وذهب موكلي للسيد مدير النيابة القائم بالتحقيقات وتم عرض الصورة عليه، وكنا بنلتمس منه ان الموضوع ياخد اقل من الحجم اللي الموضوع واخده، وتم التوسط ما بين بعض الجهات مع السيد وكيل النائب العام، ولكنه رفض وطلب غلق البلكونة بالطوب بالكامل. تمام. طيب انا عايز اقول كلمة اخيرة قبل ما افصل. طبعا من منبر الصحة والجمال القناة المحترمة برنامج رأي الآخر، أضم صوتي طبعا للأستاذ أمير المحامي بالاستئناف العالي والقضاء العسكري، وإلى المواطن البسيط حاتم السباعي. أستغيث في تلك الواقعة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو كبير العائلة المصرية، كما أستغيث إلى السيد وزير العدل، السيد النائب العام، لفتح القضية مرة أخرى وبراءة المواطن البسيط ومعاقبة ومحاسبة كل مسؤول تعنت أن يخرج خارج القانون، كما أناشد السيد وزير الداخلية بإصدار تعليمات وتوجيهات إلى السيد مدير أمن الإسكندرية والسيد مدير التفتيش والتحريات إلى إعادة فتح النظر في تلك القضية. شكرا وإلى لقاء آخر. سلام الله عليكم.